أهلا بكم. سياسي ينظر إلى الدولة على أنها بقرة حلوب، وسياسي آخر ينظر إلى الدولة على أنها الدجاجة التي تبيض ذهبا. بهكذا عقلية يرغب من وصل بانتخابات مطعون بشرعيتها الظفر بالمناصب السيادية التي من المفترض أن تكون مصدرا لحل الأزمات. فمنصب رئيس السلطة التشريعية معروضا للبيع والشراء في مزاد سياسي سري، رواد ذلك المزاد من السياسيين غير المؤهلين لقيادة غرفة تصريف أعمال في دائرة ثانوية. 9 من أعضاء البرلمان العراقي الجديد ترشحوا لرئاسة مجلس النواب بدورته 2018-2022 بعدما قدموا طلباتهم إلى رئيس السن في المجلس، وهم وزير التربية السابق محمد تميم ورئيس لجنة النزاهة في البرلمان السابق طلال الزبعي ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد عبد الله الجبوري ورئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي والنائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري والقيادي في الحزب الإسلامي رشيد العزاوي ومقرر مجلس النواب الأسبق محمد الخالدي ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي وأيضا محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي. وفق المعادلة السياسية العراقية وليس ضمن إطار الدستور، فإن المرشحين لمنصب رئاسة البرلمان جميعهم من المكون السني، كما هو الحال بالنسبة للظفر بمنصب رئاسة الوزراء الذي سيكون خاص بالمكون الشيعي، ومنصب رئاسة الجمهورية الذي سيكون من حصة الكرد. بعد بداية برلمانية مخيبة للأمال، هل سيحسم منصب رئيس البرلمان بصفقة فساد كبرى؟ في حلقة اليوم سوف نناقش كيف يمكن حماية المناصب السيادية من فساد الفاسدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. ننوه بداية الحلقة بإمكانكم المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بداية من الفيسبوك، بإمكانكم التعليق على عنوان الحلقة المرفقة من خلال رسالة الرسائل، بالإضافة بإمكانكم أيضا التعليق على عنوان الحلقة المرفق عبر تويتر، كما بإمكانكم المشاركة بالاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. بعد جلسة مخيبة للآمال يعقد مجلس النواب العراقي جلسة يوم السبت المقبل لاختيار رئيس دائم وسط مباحثات لتشكيل الكتلة الأكبر وأيضا لاختيار الأشخاص اللي راح يتسلمون المناصب السيادية والرئاسات الثلاث. ما نتحدث عنه اليوم بالمناصب السيادية واللي لها تأثير على مستقبل البلد وحسم القرارات بأن يتم عرضها للبيع، مبالغ مالية كبيرة 30 مليون دولار لمنصب رئيس البرلمان، ما يقارب ربع ميزانية العراق بوقت عانى البلاد ما عاناه ويمر بضائقة مالية، والمواطن العراقي لمدة أشهر يقف بطوابير طويلة حتى حصل 100,000 دينار شهريا أو 100,000 دينار لكل شهرين، ويباع المنصب بثلاثين مليون دولار. السؤال هو لماذا هذه المناصب تباع بهذه المبالغ الكبيرة، وشنو الغاية من شراء المناصب، شنو الفائدة اللي راح تدر على من يشتري هذه المناصب؟ ناخذ اتصال. سليمان من نينوى. نعم سليمان، تحياتي لكم مشاهديكم الكرام. تحياتنا لك الشرقية وبرنامج الأغلبية الصامتة. نعم، طبعا هي
هو الحديث أنه راح يكون هناك تغييرات في طريقة إدارة الدولة من خلال الحكومة الجديدة، لكن هي الشعب راح يعاني من نفس المشاكل اللي أدت بينا إلى الهاوية. يعني الشيعة هم اللي يأخذون رئاسة الوزراء بدون أي مرشح موجود من السنة أو الكرد، والكرد راح يأخذون رئاسة الجمهورية. نعم. والسنة راح يأخذون رئاسة مجلس البرلمان. يعني غطي علي وغطي عليك. طيب. صراحة إذا هي إذا هو طريقة الحكم في العراق الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء هي تقريبا صلاحيات مطلقة، وهو أهم منصب موجود بالعراق، ومحافظات الشيعية اللي هي أغلبيتها شيعية مثل البصرة مثل النجف مثل كربلاء تعاني من إدمان. طيب سليمان، العراق بصورة عامة يعني بدون بعيدا عن المسميات السنية والشيعية وما إلى ذلك، العراق بصورة عامة هو مهمل يعاني من الكثير من المشاكل والأزمات. اليوم النواب سليمان، أتمنى الحكومة تبتعد عن هاي المسميات. طيب الحكومة تتمنى بأنها تبتعد عن هاي المسميات. برأيك يعني انتقلنا من مرحلة المحاصصة يزال من العراق، لكن الحكومة ما تقبل. نعم سليمان. نعم حبيبي. الجلسة القادمة يوم السبت القادم تعتقد بأنه أكو نواب راح يوقفون ضد الفساد، يعرقلون عملية أو يوقفون ويفضحون الأسماء، تحاول دفع مبالغ مالية كما دفعت بيوم 12 أيار وقبل يوم 12 أيار الانتخابات التشريعية، راح يوقفون الفاسدين أخي، أو عملية شراء المناصب؟ أخي الصراع على المناصب في العراق، الصراع على المناصب في العراق هو مصارعة ثيران، ساحة مصارعة ثيران، القوي يسقط الضعيف ويسيل دمه، يعني هاي ساحة مصارعة ثيران، الحزب القوي الشخص اللي اكثر يلم الفاسدين حوله راح يحصل على المناصب السياديه. يعني هذا واقع حال، هذا شيء ما لا احنا نقدر ننكره لا الحكومه تقدر تنكره. نعم. هاي المشكله اللي راح اللي دائما احنا نعاني من عنده خلال 15 سنه. طيب سليمان من نينا ونشكر مشاركتك واتصالك. ناخذ اتصال اخر. ابو علي من الديوانيه، مساء الخير ابو علي. حياك الله ابو علي. استاذ عمر، اول شيء متصل بك سابقا وقايل لك هاي مثل صوغتك اللي رايح للحج، انت هو جاي بالطريق وجاي يوزع بها، هاي المداولات والمشاورات واللقاءات جاي تصير، هاي كلها توزيع الصوغه مالتهم. هاي جاي يركبونها من رئيس وزراء، من النواب مالته، من رئيس البرلمان، من النواب مالته. نعم. يكون عندهم خسرانين بالانتخابات، ما صاروا اعضاء برلمان، اللي يسوون لهم ثغره بالقانون، اللي يخلوه مستشار، واللي يخلوه مدير عام، واللي يخلوه وكيل، نفس الشيء، نفس 2010، نفس حكومه 2014، نعم، و2018، نفسها ما تختلف ولا بس ولا واحد، وانت بالعنوان مالتك كاتب طبقه فساد، هذا ما يعتبروه فساد ترى، هم يعتبروه رزق، يعتبروه تجاره. طيب يعتبروها شطاره. يعني تحول مجلس النواب والكابينات الوزاريه الى مثل ما اشبه بمحلات او دكاكين تدار من قبل سماسره فاسدين، يتم تقاسم المبالغ والارباح وثروات البلد ما بينهم. كون على ثقه اي واحد منهم يستلم هذا المبلغ. نعم. حتى يسوي منه لوجه الله. طيب حتى ينظر منه الامج، حتى يطلب منه 30 مليون دولار. ابو علي 30 مليون دولار مبلغ مو قليل. 30 مليون دولار لشخصية سياسية واحدة. مبلغ هذا على الأقل راح يطلع 4 أضعافه. طيب. حتى اليوم بالمحل حاجة. يطلع 4 أضعافه، 3 أضعافه. نعم. عشان هو متحزم حزاميا. يعطيك مبلغ متحزم حزاميا للموضوع. طيب. أبو علي. نعم. جلسة يوم السبت تعتقد يعني راح تكون جلسة هادية تخلو من المشاكل؟ منصب رئيس البرلمان راح يحسم وفق رؤية موحدة ما بين الكتل أو للمبلغ الأعلى ثمن؟ والله احتمال تصير، واللي نتمناه احنا كشعب
يا ريت يرشحون خالد العبيدي. طيب يا اخي حتى لو يكون عليه مساوي، حتى لو اتهم بعض احسنهم على الاقل شخصيه، من يوقف من يطلع يروح مثل الاراضي بغير دوله، جايب لنا واحد ملتحي وما يعرف شلون شلون يسولف، على الاقل هذا ضابط اشتغل وزير دفاع قاعد تم مرتبه، يعرف وين يوقف، شو وقت يحكي، شو وقت يسكي. نعم ابو علي، سمعنا الكثير من الشعارات الاصلاحيه من تظاهرات سابقه، وهم نفسهم ايضا اليوم مشاركين بالعمليه السياسيه وبتشكيل الحكومه، تعتقد بانهم راح يسمحون بعوده فاسدين؟ سمعنا من هالشعارات، حتى قام واحد يستحي بعد يسولف فيها. طيب شعارات الاصلاحيه والشعارات الوطنيه، هو اللي يسوي اصلاحات. طيب فعل اكو على الارض، شنو الاصلاحات اللي صارت؟ طيب. وين بالصح؟ أمين. اليوم اليوم بياد. المواطن يا جي صارت وين اكو؟ نعم بالبصره هاي كانت العطش، بالقنصليه انحرقوها، وثاني يوم فتحوا لهم وحده جديده، طبقات مال المي صار لهم ست اشهر ما قدروا يبدلونها. نعم. بس القنصليه من احترقت راحوا فتحوها ثاني يوم، القنصليه الايرانيه. نعم محافظه من احترقت ثاني يوم راحوا فتحوها. نعم واكو شماس شفناهم بالصوينه في مكان القنصليه. يا شو تقف انت اخويا؟ تلقى مرحبا انت وياهم، عجموا فلوس هم. نعم. هم دوله وقدروا يبنونها وقدروا يجهزونها، بالعكس هي القنصليه تصير ملك لهم. ملك لهم يعني. نعم ابو علي من الديوانيه نشكر مشاركتك واتصالك ونعتذر منك لضيق الوقت. ناخذ اتصال اخر. ابو علي من كربلاء. بلي تفضل ابو علي. بلي وياك اسمع. نعم ابو علي، عنوان حلقتنا لهذا اليوم يتحدث حول الجلسة القادمة اللي هي يوم السبت للبرلمان العراقي بعد أن شهد بالأيام الماضية جلسة مخيبة للأوقات ما خلف الكواليس وبالغرف المظلمة تعقد لشراء أو لعرض منصب رئيس البرلمان بمبالغ تصل إلى 30 مليون دينار أو 30 مليون دولار. شنو رأيك أبو علي بشراء المناصب وبيع المناصب؟ يا حبيبي أنا ابني استشهد ب 2014. طيب التعويض مالته 4 ملايين إلا ربع، صار له 4 سنوات الفلوس اللي دبيتها على المعاملة ومصاريفي وكراويه أكثر من التعويض اللي ينطوني إياه. نعم انت تقول لي هسه 30 مليون رئيس برلمان ياخذ 30 مليون دولار. المشكله انه فكر احول، مو بس العين حوله، الفكر احول. نعم يقرر لي يعني رئيس الجمهوريه يقرر لي على قرار رواتب البرلمان. انا ابني استشهد. طيب ابني لا عسكري ولا راح يقاتل ولا راح يزور العلي الهادي وكتلوب سامر الله يرحمه. الله يرحم والديك. 4 سنوات صار لي على 4 ملايين الا ربع تعويض ما انطوني اياها لحد الان. نعم انت تقول لي 30 مليون، تقول لي هذا الناس اللي تذبح، تقول لي الايتام الارامل، مو انت شوف الجيل اللي يجيك شنو من جيل. طيب يعني لا 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 وصي لا ولي، يعني مشكله مو هي يعني حياه جحيم. اخوي شرد ترك العراق وشرد عرفت اخذ عائله. طيب يعني اليوم المفارقه بانه انت اب لشهيد لاربع سنوات، انت مستمر بالمعاملات والتنقل ما بين دائره ودائره اخرى حتى تحصل لك على 4 ملايين، وصفقات تدار من جهات سياسية وأشخاص سياسيين فاسدين يدفعون مبالغ بمليارات الدولارات. برأيك هذا الاقتتال وهذا السباق ودفع مثل هيك مبلغ كبير لمنصب واحد، تسمعني أبو محمد؟ 30 مليون يعني ما جايب تعمل السؤال. نعم. ما جايب تعمل. نعم. صوتك ضعيف. طيب شنو الرسالة اللي تحب توصلها إذا تسمعني أو عندك شيء تحب تضيفه؟ تلفية للدين المروة. نعم الناس صعدتك وعانت ما عانت وإجت وأدلت بصوتها وما
متأملة. نعم. متأملة مالاتنا احنا، نريد مالاتنا بس. نعم. ما نريد زيادة. هذا حقك. إيه ما تعاني اليوم الرسالة اللي تحدثت عنها. نعم. مالاته. طي مالاته. نعم. خذ مالاتك ومثل ما تاخذ مالاتك تعطيني مالاتك. نعم. حقي. مو انت رأيت شنت هناك. لا شايف عسكرية صدام. نعم. حسين شنو، ولا شايف جيش صدام حسين، ولا شايف سجون صدام حسين شنو، واجيتني هنا وشيخت علي والنوب مالاتي. نعم. ما تنطيني اياه ما يصير. نعم، نشكر مشاركتك واتصالك ونعتذر منك حتى ايضا نسلط الضوء على الآراء والتعليقات. وقبل نتحدث عن التعليقات، يعني ما ذكرته من معاناتك ومشكلتك واللي تحدثت عنه، الالاف او الملايين من القصص المليئة بما يعاني الشارع العراقي من الموصل إلى صلاح الدين محافظات الوسط والجنوب، من عوائل الشهداء، مما يحتاج الشاب العراقي بصورة عامة، سلبت أو سلب حق المواطن العراقي من قوته، من حرية تعبيره، من الحياة الكريمة. وعلى مدار هذه السنوات هاي المبالغ اليوم المواطن ينتفض ويتظاهر من أجل قطرة ماء، جميع هذه المبالغ اليوم تصرف لمنصب واحد. السؤال هو، هل المواطن العراقي، الشارع العراقي المنتفض، راح يتمكن من خلال صوته وصرخته بإيقاف عمليات أو الصفقات الفاسدة التي تدار؟ البرلمان اليوم والشعارات اللي سمعناها والكتلة الأكبر والمباحثات السياسية والتحالفات، شنو الغاية إذا كانت هناك صفقات تدار بخلف الأبواب المغلقة؟ خلنا نسلط الضوء على بعض الآراء والتعليقات. من معا يقول اثنين يدفعون هيك مبلغ، الأول محافظ صلاح الدين والثاني الحلبوسي هم يدفع. علي يقول بأنه تخيلوا شخص أو حزب يدفع 30 مليون دولار لشراء أصوات حتى يوصل للمنصب، يعني شنو يناوي يبوك بعد ما يستلم المنصب؟ من هاي وقيس الوضع لأربع سنوات قادمة. أيضا علي العبيدي يقول اللي امتنع عن أخذ المبلغ واللي راح يفضحهم هو الدكتور خالد العبيدي، ما يريد يرشح وراح يفضحهم إذا فاز بالرئاسة، حسب علمي ورأيه أو رأيي الشخصي بحسب ما يذكر. أيضا العراقي يقول يجب حل البرلمان وتغيير نظام الحكم أو تغيير الحكم إلى رئاسي، وحل مجالس المحافظات والمجالس البلدية لأنها تسرق قوت الشعب الفقير. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى تقرير ومن بعدها نكمل. لا تستغرب أو تندهش وأنت تسمع أن المناصب السيادية في الحكومة العراقية معروضة للبيع والشراء، حالها حال أي سلعة أخرى. فمنذ يومين هناك تحركات سياسية مشبوهة لتمرير أكبر صفقة فساد قد تسجل في تاريخ العراق الحديث إن حدثت. وهذه الصفقة خاصة بشراء منصب رئيس البرلمان، أبطالها هم مرشحون لهذا المنصب حسب ما كشفت عنه مصادر على علم ودراية بالأحداث الجارية خلف الأبواب السياسية الموصدة. 30 مليون دولار في مزاد سري، السعر الذي وصل إليه منصب رئيس البرلمان مع مكافآت إضافية. فأحد السياسيين الذي لا يملك حظوظا ومؤهلات لقيادة دفة السلطة التشريعية العراقية إلا أنه يمتلك المال، قدم عرضا ماليا قيمته 15 مليون دولار لسياسي آخر مرشح لمنصب رئيس البرلمان في سبيل سحب ترشيحه، إلا أنه رفض ليس حبا للوطن، لا بل أنه أراد 30 مليون دولار مع ضمانات بالحصول على وزارة سيادية تدر عليه المغانم. وذات السياسي الفاشل الراغب بتولي إدارة البرلمان اتصل بمرشح آخر للمنصب وعرض عليه مقابل انسحابه 3 مليون دولار، لأنه رفض وهدد في حال تكرار الأمر معه بفضحه عبر وسائل الإعلام. أموال طائلة وهدايا عينية وامتيازات فلكية تصرف في سبيل الحصول على المناصب، فربما هذه المرحلة ستشهد توزيع المناصب وفق الأموال وليس المحاصصة الطائفية. فأية مرحلة مشؤومة تنتظر العراق، وأية حقبة ظلامية سيعيشها أبناء الشعب المغلوب على أمره في حال
وصل الفاسد إلى القيادة من جديد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونذكر بعنوان الحلقة لهذا اليوم: بعد بداية برلمانية مخيبة للآمال، هل سيحسم منصب رئيس البرلمان بصفقة فساد كبرى؟ المواطن اليوم يتساءل، يقول بأنه 30 مليون دولار مبلغ كبير على منصب رئيس البرلمان، وشو الفائدة إذا هو دفع مبلغ 30 مليون دولار راح يتقاضى مبلغ 8 إلى 10 مليون، أكيد لغاية بنفس يعقوب بالحصانة، وبإمكانه بأنه يشرع القوانين بغض النظر عن فاسدين ومشاريع وأمور كثيرة أخرى. فكيف إذا وصلوا أشخاص هم غير قادرين على إدارة جلسة مجلس النواب أو تشريع القوانين أو بما يخدم المواطن؟ بالتأكيد اللي يدفع بهذا المبلغ الكبير مو هم الشعب ومو هم بمحافظته أو هم هذا البلد، بل هو كيفية إعادة هذا المبلغ بالإضافة إلى الأرباح. المواطن اللي مشار العراق بسرعة، ما اللي متخوف منه بأنه بالرغم من الحوارات، بالرغم ما يجري، بالرغم من الشعارات الرنانة بأنه يتم الاتفاق مسبق حتى إذا كانت أسماء مرشحة أو اللي قدمت أو اللي رشحت نفسها لرئيس مجلس النواب، ومن ثم أيضا تشكيل الحكومة. بالتأكيد المرحلة القادمة إذا كان منصب رئيس البرلمان سيباع بهذا المبلغ، فبالتالي الحقائب الوزارية أيضا ستدار من قبل جهات فاسدة، واللي يدفع أكثر هو اللي يحصل على منصب أو حقيبة وزارية تمكن من إدارة أو أيضا أن يستمر بفساده. نأخذ اتصال أبو ياسين من الفلوجة. مساء الخير أبو ياسين. أبو ياسين، السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك أبو أستاذ عمر؟ حياك الله. نصيلي صوت التلفزيون. نصيلي صوت التلفزيون أبو ياسين، أو ابتعد لي عنه حتى لين قطع الاتصال. نعم 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 أستاذ أبو عمر. نعم. العفو. نعم نعم. إحنا جاي نشوف هسه من خلال كلامك تقول أكو بيع مع البرلمان وكذا ومبالغ طائلة. صراحة يعني إحنا ما عاد نقدر نشعر وما شلون نحكي يعني. نعم. ثانيا إحنا نريد شيء خزونا، يا خزوا هذا البلد، خزوا هاي الدولة، دمروا هذا البلد. يعني والله عيب، والله عيب عليهم، والله عيب. يعني خلينا يعني هو يحط جيبه 30 مليون دولار، منين جابه؟ من جيب الخلطة؟ منين جابه لو من الفساد؟ نعم. ليه ما يحاسبوا الفاسدين؟ أين الفاسدين؟ وين رئيس دولة الوزراء؟ ليه ما يحاسبهم؟ ثانياً أنا أتكلم وياك، أقسم لك بالله العظيم ما أملك سنتيم واحد بهذا الوطن العظيم الكبير، ما أملك سنتيم واحد، ولا أملك لا قسم ولا دينار، وهم يبيعون البرلمان 30 مليون دولار. ومنين جابها فلان وعلان وأدمير؟ منين جابها؟ من شيء الخلطة؟ لو من بلدنا، لو من تعبنا، لو من ثرواتنا. طيب. واليوم يمنعون بعض المركبات الحمل، يمنعون عنهم الوقود اللي هو الغاز لأسباب، والله الرقم عريض أو الرقم اللوحة مع الأرقام. وهذا طالبك من أستاذ عمر، يعني اللوحة مع اللوري عريضة. طيب. فهذه ما ننطيها غاز يا أبا، ليش ما ننطيها؟ مو عراقية، منين جت؟ يعني من السماوات لو جت من إسرائيل؟ مو سيارة عراقية وأدت خدمة في هذا البلد وأنطت شسمه؟ ليش ما نطونها قاعد؟ فإحنا صراحة يعني والله العظيم يعني، وأنا أضم صوتي لأهل البصرة وأحييهم من خلال. طيب. أهل البصرة أبو 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 إذا سمحت لي أبو ياسين. معهم أهل الفلوجة وأهل الأنبار بصرة عامة، مع أهل البصرة على هالناس هذا الفاسد. تتضامن يا أهل البصرة، فمن كلامك يعني بأنه محافظة الأنبار أو نعم. بالتحديد مدينتك الفلوجة تخلو من المشاكل. اليوم ما عندكم اي مشكله بالفلوجه؟
العفو استاذ ما اسمع. الحكومه طبعا. المحليه بمحافظه الانبار موفره للمواطن. لا ما احنا عليها لا ما احنا من خلالك انت. نعم. وقلنا اليوم يا النهار هذا اليوم النهار اليوم. يعني اليوم هاي اليوم هالنهار هاي ما جاي اسمعك بالتليفون زين ترى. طيب. يعني اليوم هالنهار هذا عندي سيارة حمل. نعم. سيارة حمل هاي تعدي خدمة للعائلة وأنا قلت لك أقسم بالله العظيم ما أملك سنتين ما أحدثني بهذا البلد العظيم والله العظيم. واليوم يمنعون سيارتي سيارة حمل وعندي عائلة 15 نفر وجدت في الأخرى. يعني أنا ما أخذ سلفة زراعية. والسلفة الزراعية أنطونياها على بير بالصحراء جاي من رطبة فوق الرطبة وبعدين حفرنا بير ما طلع مي بالقاع ما بيها مي ما بيها مي أصلا رفضنا هاي السلفة هي وجبتين السلفة الوجبة الأولى أخذناها حفرنا بير ما طلع مي وجبة ثانية وقفناها هاي سويت راتب مع الرعاية الاجتماعية وقفوا راسي على مود الرعاية الاجتماعية وأنا عندي 15 نفر اقسم لك بالله 15 نفر راتب الرعايه الاجتماعيه ابو ياسين ايش قد؟ ايش قد راتب الرعايه الاجتماعيه؟ اطالب الحكومه المحليه والمركزيه بهذا الشيء ابو ياسين نعم راتب الرعايه الاجتماعيه ايش قد؟ انت 15 نفر عندك والله 15 نفر اقسم بالله العظيم ايش قد راتب الرعايه الاجتماعيه؟ الراتب كل شهرين يطول 300,000 كل شهرين 300,000 كل شهرين والله يعطون 300,000 طيب وموجودين عيالي هسه تيجي اسمائهم واحد واحد نعم ابو ياسين نشكر مشاركتك واتصالك من محافظه الانبار ناخذ اتصال اخر ابو مالك السلام عليكم ابو مالك من اين مناصري صوت التلفزيون ابو مالك السلام عليكم عليكم السلام اخي المناصب تنباع وتشتري هذه بسرعه تصير نعم ولكن الحكومة ما تشكل شنو السبب الحكومة ما تشكل منو يجي يصير رئيس وزراء ويطلع لك الفازلين طيب ابو مالك نشكر مشاركتك واتصالك ونتمنى بان تعاود المشاركه والاتصال مره اخرى ونلفت عنايات مشاهدينا الكرام اثناء الاتصال الاستماع عن طريق الهاتف والابتعاد عن التلفاز تلافيا للانقطاع على الاتصال مثل ما شفنا ابو ياسين من محافظه الانبار مدينه الفلوجه ومشاكل الكثيره بانه 15 عائلته مكونه من 15 نفر او 15 شخص يتقاضى راتب الرعايه الاجتماعيه لكل شهرين 300,000 دينار لو اعطي هذا المبلغ 300,000 دينار لرئيس مجلس النواب القادم او لاعضاء مجلس النواب راح يستمرون بالعمل راح يستمرون بخدمة أو تشريع القوانين داخل مجلس النواب أم راح تصبح هذه الوظيفة غير ملائمة لهؤلاء الأشخاص أو لأعضاء مجلس النواب وكما مثل ما قال المواطن العراقي بوقت سابق لأنه لو كان منصب أو أعضاء مجلس النواب أو الحكومة العراقية بصورة عامة بطوعية أو بدون مقابل لخدمة البلد ما كان بظلت هذه الوجوه بإدارة البلد سواء من داخل السلطة التشريعية أو التنفيذية نأخذ اتصال أبو علي من بابل السلام عليكم عليكم السلام أبو علي وإذا أمكن تعلي ترفع لي صوتك أو تعلي لي صوتك يعني صوتك ضعيف شلونك أستاذ عمر حياك الله أستاذ عمر على البرنامج نعم أستاذ عمر البرلمان ما شاء الله احنا صلوات بالدورة الرابعة نعم اسمعني استاذ عمر؟ اسمعك. اقول لك ان شاء الله احنا بالدوره الرابعه والبرلمان من فضل الله يعني ما شاء الله كل شيء ما سوى للشعب العراقي. نعم. وهسه اليوم نسمع انه المنصب راس البرلمان توصل الى 30 مليون دولار. نعم. وخير ان شاء الله ما شاء الله تبشر الخير على العراقيين ما شاء الله اذا منصب رئيس البرلمان 30,000 دولار. نعم. بعد منصب رئيس الوزراء ايش راح يبيعوا؟ 30 مليون دولار في ظل وضع البلد. نعم يعني ما تقدر يعني تصلح يعني ابو علي اللي حكيتك عن نفسي انه انا 12 سنه محاضر ما حصل على وظيفه ويصل الى رئيس البرلمان الى 30,000 نعم الى 30,000 دولار الى 30,000 مليون دولار ما شاء الله يا رب ويا الله على العراق ما شاء الله خير صلوات على محمد الشارع العراقي اليوم اللي مثقل بالهموم مثقل بالمشاكل يعني حضرتك 12 سنة محاضر نعم. ولا ثبتت نعم. ولا تعينت بعقد ولا حصلت على مستحقاتك المالية والله استاذ عمر والاف مؤلفة من
نعم. آلاف مؤلفة من وضعك أو من زملائك وأقرانك اللي يواجهون نفس المشكلة. نعم. وواقفين بخندق واحد على أمل بأن واحد النواب بأنه يعطف على هذه الشريحة ويلتفت لهذه الشريحة ويصدر قانون أو يشرع قانون بتعينكم على ضوء الدرجات الوظيفية واحتياجات الوزارة. أستاذ عمر، يعني أستاذ عمر، يعني احنا شوف، احنا نعاني رجال يعني من جرف الصخر ناجح بالسليمانية. وبقيت من صارت الانتخابات على مجلس النواب، يعني ما شاء الله يومية البرلمان يمنا طاب هنا، وعدنا راح نعينكم وراح نرجعكم وراح كذا، وعندنا اليوم يصعدون نفس دول الجو عين صاعدين بالبرلمان اليوم وجاي يتخاتمون. يعني خلينا نحكي لك، يعني خلينا نحكي بكل صراحة، هاي من الطائفة السنية إن شاء الله ما تفرق بين السنة والشيعة والإفراد، بس هاي من الطائفة السنية وجو البرلمانيين هنا وعدونا إنه سوف يرجعون الجف الصخر وراح يعينونا ويسوينا ويمشي البرلمانيين نفسهم قاعد تعرفهم جدا على التلفزيون الموجودين نفسهم اللي جو علينا هنا والتقوا بينا نفسهم. واليوم يتوزعون المناصب بيناتهم من رئيس البرلمان الى نوابه الى رئيس الجمهوريه الى رئيس الوزراء الى الوزارات الخدميه، وما سوونا كل مطلب. يعني حتى تورات تتصل بهم حتى ارقامهم مغلقه، يعني تليفوناتهم مغلقه، ما حد يرد عليك ولا حد يستجيب لك. يا ولد احنا من جيت علينا واحنا ناجحين، شفت احواننا، شفتونا شلون قاعدين، قلب الله على كريم كردستان جزاه الله خير. السيد مسعود برجان استقبلنا وقعدنا يمنا ومحمد جلال الطلباني خف الله عليهم استقبلونا، يعني تحسوا بينا معاناتنا. نعم اخ علي، نشكر مشاركتك واتصالك، تحياتنا لك ولهالي بعض الرجل منك حتى نسمع المتصلين الاخرين حتى ناخذ اكبر عدد من الاراء سواء من خلال التعليقات او من خلال الاتصالات. ناخذ اتصال اخر، ابو احمد من البصره. مساء الخير ابو احمد. للاسف انقطع الاتصال ابو احمد من البصره. نكمل قراءه بعض الاراء والتعليقات عبر الفيسبوك وعبر تويتر. قاسم شهيد يقول والله هذه الاشكال ما يفيد لا مظاهرات سلميه ولا شجب الحل، ثوره او مثل ما يذكر بان تمسح لهم بالشوارع. ابو موسى يقول بيع وشراء المقاعد، شنو سالفه هذه المؤسسه؟ شبيهه معقوله يشترون مقاعد بيش مبالغ كبيره حتى ياخذ راتب 8 أو 10 ملايين. أيضا بتعليق آخر لأحمد يقول هذول جماعة محافظ الأنبار الحلبوسي والكربولي اشتروا منصب، غيرهم ما يدفعون أكثر، أو غيرهم ما يدفع أو أكثر بعد يدفعون مثل هكذا مبلغ. أيضا سعد يقول إذا هذا المبلغ يدفع أكثر أو يدفع أو هذا المبلغ يدفع إيش قد يستفاد؟ يمكن ضعف المبلغ بمقدار 1000 مرة. مع الأسف ما بيكم واحد عنده غيرة على العراق. ناخذ اتصال أبو سهر من نينوى. السلام عليكم أبو سهر، نصي لي صوت التلفزيون، يعني مثل ما نوهنا قبل قليل بأنه أثناء الاتصال نصونا صوت التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام. اولا تحيه لبرنامجكم والمشاهدين. نعم. بخصوص برنامجكم حلقه اليوم. نعم. وبيع المناصب. اخي ما لوش سياسيين باعوا الدوله وباعوا الشعب، هي ظلت على المنصب، ليش ما يبيعون؟ اعتياد عندهم ابسط شيء يبيعون المنصب. نعم. فهذول الشعب يعني من حق الانتفاضة، شغلة صارت بالبصرة ترى حقهم، يعني بصرة مدينة وأغنى مدينة بالعراق يجوز بالوطن العربي كله. نعم. شوف حالهم، صار بهم خطية، يعني من حقهم ينتفضوا. راحت خطية شهداء الله يرحمهم. وشو نعم. منو سبب أبو سهر؟ تعتقد بجلسة يوم السبت، راح يتم الكشف عن البرلمانيين اللي يحاولون عقد صفقات او يعقدون صفقات لشراء منصب مجلس النواب، ام الجميع مشارك بهذا الموضوع؟ الصفقات هي ما يعرضون على المشاهد واحد التلفزيون، هم عندهم كافيتيريا وعندهم شقاقهم الخاصه. الصفقات غادي تصير قدام الشعب، هالشيء ما يصير. انا اقول لك 30 مليون دولار شنو تقدر تغير من محافظه نينوى برايك؟ هذا المبلغ والله 30 مليون دينار، هاي انا اقول لك يعني ترجع يجوز مخطوفات، يجوز اذا يعطون الناس بها، يعني المدن منكوبه. انا اقول لك سنجار خاصه، مناطق سنجار، انا من سنجار. نعم. مناطق سنجار المجمعات اغلبها، انا اقول لك 98% من المجمعات منكوبه. نعم.
يعني هاي 30 مليون دولار إذا الدولة تصرفها على النازحين المحافظات اللي صار بها يعني طلع داعش الإرهابي لو يصرفون بها مو أحسن من الصفقات والفهد ولا شو وقت يشبعون يعني. نعم أبو سهر من هنا ونشكر مشاركتك واتصالك وتحياتنا لك ولأهالي نينوى. بالختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. إلى اللقاء.